عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك بغيتي ومؤملي بالعلم نبني يا أخي حضارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم في هذا العدد الخاص بالبكالوريا دورة جوان 2024، حيث سنتناول فيها كل ما يخص البكالوريا سواء من التحضير النفسي أو من التحضير العلمي. قبل البداية أسعد أنا وإياكم باستضافة الأستاذ عبد الحليم شريط، أستاذ بجامعة يحيى فارس بالمدية، تخصص علم نفس تربوي. أهلا ومرحبا بك. شكرا أستاذ علي، بارك الله فيكم. أشكر كذلك قناة الأنس على الاستضافة، وكذلك الأستاذ صالحي معنا. كما نسعد باستضافة الأستاذ صالحي دريس، أستاذ لغة عربية وصانع محتوى تعليمي على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك. أشكركم كذلك، وأشكر قناة الأنيس والأستاذ معنا، والشكر موصول للجميع إن شاء الله. نعم أستاذ عبد الحليم، لو نتحدث عن البكالوريا في تحضيرها النفسي، يعني كيف يمكن للطالب التحضير أنه يحضر نفسه نفسيا للبكالوريا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. الموضوع هذا تحت التحضير النفسي موضوع مهم جدا، لأنه قبل كل امتحان وجب أن يكون هناك تحضير نفسي للأمر هذا. التحضير النفسي المقصود به أنه نوجد أولادنا للباك أو لامتحان، أي امتحان سواء البيام ولا الباك ولا امتحانات العادية، من جانب النفسي، بحيث هذاك التحضير اللي داروه، التحضير العلمي الأكاديمي اللي ندار، نزيدوا له هذه شوية تاع التحضير النفسي، به يخرج للامتحان أو يدخل الامتحان بنفسية مهمة مرتاح بطبيعة الحال. أول نقطة، احنا ربما نركزوا على واحد النقاط. أول نقطة، عدم التهويل الامتحانات، ما نردوش الامتحان تاع البكالوريا وكأنه أمر غير طبيعي. هو امتحان طبيعي، امتحان عادي مثل الامتحانات الأخرى. حضرت له مليح أكيد راح تخدم مليح، ما حضرتش مليح راح يكون فيها خلل. نقطة أخرى واللي هي أعتقد مهمة بزاف، هو المحافظة على الهدوء الإيجابية، وأنا نعطيها تسمية أخرى اللي هي لازم تكون عند الطالب اعتقادات إيجابية على البكالوريا، لأنه في الغالب ما يسبق البكالوريا سواء يعني في ليلة البكالوريا أو صباح البكالوريا كاين بين قوسين سموهم لي بارازيت، أو نسموهم الناس اللي ينقلوا القلق للطالب أو للتلاميذ. ما نعطي لك مثال، التلميذ هذا حضر بذل مجهود وحضر مواضيع معينة، يجي الصباح يتلاقى مع زميله يقولوا يا ودي اليوم راهم يقولوا راح يندار الموضوع الفلاني، يعني كما نقولوا يسمع الإشاعات طريبية للتأويلات. وحنا في القلق، أو قلق الامتحان، يعني بالكم القلق ينتقل من شخص إلى شخص، حتى وهذا الإنسان ربما حضر عام كامل اللي هو يحضر، لكن يجي واحد بلك ضرب سمانة بها بدأ يحضر ينقل له الخوف تاعه والقلق تاعه لهذاك الإنسان اللي راح حضر. نعم، كما نراها يعني في العائلات، يعني كتكون مثلا طالب بكالوريا الوالد تاعه ولا الوالدة تاعه يشوفهم مقلقين، هو يعني تلقائيا راح يكون بارك الله مقلق. وهذه نقطة راح نحكوا عليها، لأنه أنا قسمت الأمر، راح نحكي شوية على التلاميذ ونحكي شوية على الأولياء، لأنه عندهم أثر متداخل. النقطة الثانية والنقطة الثالثة، وجب أن نقول وجب على اللي راح يجوز الباك أنه يرقد بكري، ينام بكري، لأنه من غير المعقول أنه تبات سهران لـ12 ولا للوحدة ومن بعد تنوض الصباح على الرابعة، أنت رقد زو سويع ولا ثلاث سويع ومن بعد تروح تجوز، أنه أنت راح يكون عندك تركيز عالي، مستحيل، لأنه إحنا في الأصل الإنسان يحتاج على الأقل 8 سويع نوم. معليش ودي نتسامحوا مع بعضنا بعض، قال لي ودي 6 سوايع 7 سوايع غير كافية أنه ترقد 3 سوايع وتقول يا ودي الصباح أنا نجوز، لأنه التركيز تاعك راح ما يكونش مليح. زيد كاين نقطة مهمة، وأنا نحكي تفكرت الكثير من الطلبة التلاميذ ما ياكلوش نهار البكالوريا، ما ياكلوش ثم تخمم ويكون كاع البكالوريا ينسى الحياة. احنا بارك الله، احنا أول نقطة واش قلنا؟ عدم التهويل للبكالوريا،
عدم التهوي للبكالوريا معناه عيش طبيعي. عيش طبيعي، امتحان طبيعي. نعم، البكالوريا هو مجرد امتحان عادي تنتقل فيه من طور ثانوي إلى طور جامعي. بارك الله فيك. هو ما صار بسيط، تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى. هذا يدينا نقطة واحدة أخرى اللي تقول باللي يودي الباك هو ليس غاية، هو وسيلة للوصول إلى مراحل واحدة أخرى من التعليم اللي هي الليسانس والماستر والدكتورة إن شاء الله. نقطة واحدة أخرى اللي هي كذلك مهمة، أن تنجح من أجلك مهمة بزاف، لأنه نهاللي نقول تنجح من أجلك، إحنا في الغالب كي تحكي مع التلاميذ وش يقول لك؟ يقول لك يا ودي أنا نحوس نجيب الباك على جال بابا ومنش عارف نجيبه أخدش ما كنتش متفهم مع الأستاذ الفلاني نجيبه أخدش الأستاذ سكارة. إيه الباك جيبه على جالك، لأنه نهاللي تقتنع بالفكرة باللي نجيبه على جالي تدخل في واحد المرحلة نسموها مرحلة التمتع باجتياز هذه الفترة، ثم تقول تجتاز البكالوريا وتمتع يعني. لأنه تستمتع، لأنه أنا راح نجيبه لنفسي، أنا راني حاب نكون إنسان عندي طموح في حياتي أو عندي هدف نحقه بالباك هذا. الباك هو وسيلة. قال يا ودي الباك نجيب الباك وبعد راني ناوي طبيب مثلا، مختص نفسي، ما أستاذ لغة عربية، أستاذ ما نشعر. المهم كل واحد والهدف تاعه يولي هنا الباك، ما وشي نجيب الباك وخلاص. كاين بزاف كي تقول وشني الهدف الحياة تاعك انت وشني، يقول لك نجيب الباك سهل، وإلا ما جبتش الباك وشني ما عندكش، خلاص ما عندكش هدف خلاص. جستم نقطة واحدة أخرى، أن تحضر نفسك للنجاح. تفائل، تفائل مليح أنه الإنسان يتفائل. علاه التفاؤل؟ شوف ماشي أنا كنت داير كرسي على كرسي ومن بعد تقول والله غير نتفائل نجيب الباك، لا لا، تتفائل يقابلها جهد وتعب كان على مر السنة الدراسية. بمعنى أنا خلاص حضرت، قريت مليح، حضرت، تعبت، سهرت أو نط بكري، المهم حضرت نفسي مليح، نتفائل باللي نجيب الباك. ما نبغاش نقول يا ودي، وهذه يسموها توقعات مع بعد الباكالوريا، وكن ما نجيبوش وبالك يجي لنا صعيب، لازم هذه خلاص انا سلبيه جانبا يحطها بجي خلاص، ما يحكيش قاعيتك على السلبيه. يعني كما نقولوا ثاني لازم نكونوا على بالنا بواحد الشيء، يعني مادام الطالب راح يجتاز شهاده الباكالوريا يعني يدير في باله باللي راح ينجح، لانه كما نقولوا كي راح يجتاز الباكالوريا ما يدير، ربما صح يتعثر ولكن التعثر ليس فشل. فهمتني؟ هذه النقطه. شوف لا تسمح لنا شويه ندخلوا فيها باسهاب ويعاوني الشيخ تاع اللغه العربيه. شوف تعبت، هذه قناعه، تعبت تنال، تعبت تنال، عام كومبلي وانت يعني عام تتعب اكيد. ما تقول ليش انا نقرا، اسمح لي قطعتك الشيخ شويه، هذه نشارك الراي. انا دوك التلميذ يحضر الاسبوع الاخير للبكالوريا، ماشي كما التلميذ اللي يحضر من بدايه العام. هذا امر 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 لازم التلميذ يدير في باله باللي انت من اجل النجاح راك تحضر، ماشي ما تقول لك يا حضرت اسبوع، ماشي اسبوع تاع جات ما جات مالو، علاش تقرا؟ دير في بالك باللي كي تحضر ما تقراش ولا تقرا باش تقرا، حضر من اجل هدف وهو النجاح. لانه اذا تحضر باش تحضر ولا تقرا باش تقرا، بالعاميه كما نقول لك راك تسخن في الكرسي، هذا خطا فادح. خويا العزيز عندك باك، اختي الكريمه عندك باك، حضر نفسيا وحضر كما نقول لك من اجل هدف وهو النجاح. بيان سور فرحه الوالدين، فرحه الاهل، فرحه الاساتذه ديالك، بصح والله فرحه ديالك النفسيه كما قال الاستاذ غير هي اللي فرحه كبيره. بارك الله فيك استاذ. درك نحكينا شويه على الطالب، نروحوا للوالدين، لانه على بالكم ويسمحوا لي الاولياء تاعنا في هذه النقطه لانه مهم، هي نقدر نقولوا عليها صعيبه ولكن لازم يتجاوزوها، على الاقل يديروها، اللي هي الصراعات او الخلافات الاسريه، بالخصوص في الفتره هذه. في الفتره هذه لانه علاه الاب والام اولادهم راح يجتازوا امتحانات مصيريه، معليش مصيريه في نظرهم، انا نحكوا بلغه الاولياء. شوف ورانا نحكوا بهذه اللغه البسيطه حتى يفهمنا كل والي من الاولياء نتاع اللي عندهم التلاميذ تاعهم ان شاء الله، ونتمنى لهم يجيبوا الباك.
الابتعاد قدر المستطاع عن الخلافات الأسرية. يا لو كان ديروا هدنة مؤقتة سيدي، هدنة مؤقتة وين تجتاز خلاص، قال يا ودي خلوه الصراع هذا نخلوه بعد الباك ولا بعد البيام ومن بعد سهل. علاه؟ لأنه هذاك الصراع ينتقل من الأولياء إلى الطفل، لأنه الطفل هو في الأصل كي يبدأ يراجع في الدار وش راه يراجع؟ راه يراجع في جو نفسي يخليه زعماني بيحذر مليح. إذا كان كاين الصراع في الدار في الأسرة، هو راه يقرا وراه يسمع في باباه ويماه راه متقابضين، او كي نقول الخلافات الاسريه مش شرط بين الاب والام، يعني حتى مع خاوته ومع كذا، يولي في العوض اللي يكون تركيزه 100% في التحضير الاكاديمي لماده معينه، يولي مشغول بالخلافات هذو وكيفيه حلها. بمعنى الجهد تاعو ولا الطاقه تاعو تنقسم في العوض اللي تكون طاقه مركزه في ماده معينه او في المواد الاكاديميه اللي راه يقراهم، تولي مركزه في الصراع هذا وكيف يتحل الصراع هذا. النقطه الثانيه، على الاولياء ان يخففوا، اسمع مليح، يخففوا من التوقعات العاليه على اولادهم. بمعنى انا درك عندي وليدي راه يقرا راه يحضر، انا ما نقولوش يا وليدي، وهذه نقطه مهمه وماذا بيا الاولياء يسمعوني لها مليح لانه مهم، انه يا وليدي انا ماذا بيا تجيب لي الباك، تجيب لي اللام هذيك اللي ديروا عليها مانيش عارف زوج سطورات لا سطور، جيب لي الباك. الاب يقول والله الام تقول لي تجيب لي الباك معدل شباب تولي لي طبيب، وكانه الطفل هذا وسمحوني على العباره هذه يولي وكانه دميه لتحقيق رغبه تاع والي. وهنا هذا راح يحطه يطلع سقف التوقعات تاع الطفل، وفي نفس الوقت يعني كي نقول الطفل نقصد بنتي وابن، يطلع سقف التوقعات تاعو في الباك، ومن بعد هو ربما مستوى او مستوى التحضير لا يتطابق مع الهدف الذي صنع له، اللي هو يقول له يا ودي تجيب لي الباك معدل مانيش عارف 17 ولا 18 ولا بيت كلي طبيب، والطبيب نعرف باللي ودي المعدل تاعي راح يكون فوق 16. حتى هو يكون يخمم بانه راه الباك هذا راح يجيبه من اجل وديه يستمع. وهذه النقطه رانا حكينا عليها. ومن بعد هنا واش اللي راح تديه الى نقطه واحده اخرى اللي تولي فيها النقد، انت خاطر تكون زيرت روحك، بالخصوص كي يبداو يشوفوا هذه الفتره اللي رانا فيها هذه السمانه هذه الباك راه 9 جوان يعني تقريبا نقولوا بقص اسبوع، الاسبوع هذا مهم. يبدا يقول له انت والله غير انا شفناك ماكش تحضر، ماشي كيما راه تحضر بنت خالك ولا وليد عمك ولا وليد عمته وتؤثر. ومن بعد هو يدخل في المجال اللي سماوها اهل الاختصاص سموها القاتلات الثلاثه، يدخل في النقد ومن بعد يولي يلومه، ومن بعد يدخل في نقطه مهمه اللي هي النقد، يقول لك يا ودي انت ما قريتش، وتاثر له على النفسيه تاعو. نقطه واحده اخرى، على الأولياء الآن يعني في هذه الفترة تقديم الدعم النفسي. الدعم النفسي، وليدي أقرأ، احنا على بالنا باللي انت يا بني ولا انت يا بنتي راح تقدمي أحسن ما عندك بطبيعة الحال. وأنا سميتها في هذه النقطة تقديم الدعم النفسي والمنطقي. درك ماشي وليدي أنا على بالي باللي حضر تحضير زعماني تاع معدل 12 مثلا، وانا نقول له اني متاكد باللي انت راح تجيب 17 ولا 19 ما تطابقش معنا. انا نقول تقديم الدعم النفسي، وليدي انا متاكد والله يا بنتي راني متاكده، يعني الام ولا الاب متاكد باللي انت راح تقدم احسن ما عندك، واي حاجه تجيبها اي حاجه تجيبها يا خويا احنا رانا معك. هنا راك وفرت له الارضيه به الطفل خلاص يدخل في جو من الطمانينه باللي انا راني نقرا، والدي راه مساعديني، تحضيري الاكاديمي كان في المستوى. درك بقات خدمتي انا درك جات خدمتي انا ندبر راسي. درك نقطه واحده اخرى، توفير وشوف هذو نقاط مدروسين بدقه، توفير الهدوء والسماح باوقات الاستراحه والترفيه. مش كتو خلاص درك نيشت وليدي يقرا والله جاء من الامتحان، ماشي جاء كمل الباك، جاء كمل يعني ماده معينه ومن بعد جاء للدار نقول له اسمع روح ما تريحش روح تقرا، لا خليه يريح، لانه احنا في الاصل نحتاج الراحه. هذيك الراحه عند اهل الاختصاص ردوها بالسيف، لازم يدي راحه، لانه قد ما يرتاح قد ما يعاود يسترجع واش قرا ويسترجع واش قرا من قبل. حبي يقول باللي راح يفصل بين التعب اللي كان
ومع شويه فتره راحه. هذاك هو فتره الراحه. كاين كل واحد هنا يا بزاف نحكي لكم هكذا، كاين اللي يقول نص ساعه تريح 5 دقائق، كاين اللي يقول 45 دقيقه تريح 10 دقائق. المهم انت تروحك عييت قريت تروحك تعبت ادي ريح هكذا بشرط جميع الامتحانات. بارك الله فيك. بشرط ما ترتاحش في التليفون. رجاء لاولادنا والاولياء تاعهم هذه معليش ردوها تاع يلتزم بها. ما لازمش تكون الراحه تاعو في التليفون، لانه مادام يروح يشوف فيسبوك ولا يشوف مواقع التواصل الاخرى يبعث له يقول له اسمع راهم قالوا باللي ودي راح يجي كذا راح يجي كذا، ديجا هو يدير له التشتت اللي كنا نحكوا قبيل عليه في الكواليس. نقطه مهمه اللي هي في هذا الايام، يعني في هذو العشرة ايام هذو، عدم أو الابتعاد قدر الممكن أو عدم تغيير تنظيمهم للكتب ومكان الدراسة. كي ما راحت الطابلة الكتاب من الكراس طايح ما تخلطولوش، خلوه هذاك الجو تاعو على الأقل في هذه الفترة، خلوا له الجو هذاك تاعو. أعتقد هذو بعض النقاط المهمة. تحب نزيد ونستفيد أكثر ما كاش مشكلة؟ نعم تفضل. شكرا أستاذ عبد الحليم. الآن ننتقل إلى الأستاذ دريس. أستاذ دريس، لو نتحدث يعني عن البكالوريا من جانبها العلمي، كنا قد تحدثنا مع أستاذ عبد الحليم عن الجانب النفسي، الآن ننتقل إلى الجانب العلمي، يعني ما هي الاستراتيجيات التي ينصح بها للتحضير العلمي قبل أيام من البكالوريا؟ والله راح نقول لك من الجانب العلمي يجب على التلاميذ عدم الوقوع في الفخ. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنك أنت تلميذ بكالوريا راك قريت وك على بالك المعلومات ديالك، أعرف كيفاش توظفها. هذا جانب مهم ومهم، لأنه التلاميذ ديالنا كامل كما راهم في هذه البكالوريا عندهم معلومات، سواء في كل المواد لديك معلومات لكن أو محضر. أنا نعرف تلاميذ يكونوا محضرين، لكن عند قراءة السؤال شو الكلمة قراش قاع لديه معلومة ما يفهمش السؤال، شو الكلمة ما عندوش إجابة، وهذا نقص كبير. وهذا هي المشكل الكبير، ما تقولش نقص كبير، لأنه ما التلاميذ ما عندهمش نقص ما دام راه يحضر التلميذ. أنا قلت التلميذ لو يحضر، التلميذ لو يجتهد، التلميذ لو يدير كما يقول لك جهد باش ينجح وينجح روحه. كما قال الأستاذ خويا العزيز أختي الكريمة، عندك امتحان بكالوريا، امتحان بكالوريا مثل امتحانات الفصلية. كما قال الأستاذ أنت لديك بكالوريا سؤال ليك تقراه في الثانوية، ولا ليك تقراه في دروس دعم، ولا ليك تجاوب فيه، ولا المواضيع ولا الأسئلة. خويا العزيز راك تجاوب، جاوب كما راك فاهم، مش يجيك سؤال غير مباشر انت تقول باللي ما قريتوش. كل أسئلة البكالوريا تكون في ماذا؟ في المنهج هذا اللي قريته. تفضل. يعني فهم السؤال نصف الجواب. يعني بالطبع فهم السؤال نصف الجواب. والله يرضى عليك، هذا ينعقب بالأمر، هذا نعقب عليه تلاميذي. نصيحة عدم التسرع اللي قلتها انت يا الاخ علي. دوك انت تتسرع في اجابه عندك في ذهنك، ومن بعد كي تكتب الاجابه تاع ذهنك ماكش تكتب فيها، راك تتسرع عدم التسرع، لانه التسرع راح يمد لنا خطوه سلبيه في النقاط البكالوريا. حنا مادا بينا التحضير الجيد، التحضير النفسي والتحضير العلمي. التحضير العلمي يكون بمراجعه، وكيفيه المراجعه ماشي نقرا تاريخ الجغرافيا هكا شغل نقرا جورنان، ولا نقرا مادة اللغة العربية نقرا شغل، لا تتمعن والفهم وكيفية صياغة الإجابة ديالك باش تما تقول باللي وصلت. هذا اللي رانا نعقب فيه، ونتمنى إن شاء الله هذا الأسبوع أسبوع كما نقولوا أسبوع حاسم لتلاميذ بكالوريا. مادا بيا كل تلميذ يعرف كيفاش يستخدم ويستغرق الوقت ديالو بكل شيء. نعم شكرا استاذ دريس. غير اضافه برك لك اسمح لي اضافه في النقطه، لانه الاستاذ اشار الى نقطه مهمه. تعلي قلنا باللي على الطالب ان يقرا
جيدا السؤال. نقطة مهمة وهي تاع فهم السؤال نصف الجواب. أنا أعتقد ربما أكثر، مش نصف بلك أكثر. علاه؟ لأنه الإنسان اللي يقرأ بتأني نفسيا يقرأ بتأني، مش مقلق أني نقرأ، لأنه على بالك السؤال تقرأ خطرة تكون الفهم الأول إدراك الأول فهم بسيط، تعاود تقرأها مرة واحدة أخرى يولي لك إدراك واحد أخر، ثم تزيد المرة الثالثة تك. شوف الإنسان كي يبدأ يقرأ ما عندك ستيلوك وعندك الورقة تاعك، نبدأ النقاط اللي شت فيهم صعوبة ندير عليهم مسطرة، النقاط الأكثر صعوبة ندير عليهم زسطورة، هم بعد وش نبدأ ندير في العادة وش ندير. أنا راح أنا قريت السؤال رغم عندي أفكار، نبدأ نسجل في الأفكار. في الأصل في الأصل وعلميا أثبت العلم هذا باللي يودي الأفكار الأولى، الأفكار الأولى هي الأفكار الحقيقية، هي صحيحة. وسبحان الله والله نتدخل موضوعين، عندك موضوعين في كل مادة، عندك موضوعين. دوك الشيخ فيش قال الله عنده الحق. دوك أنا هذا نعرف هذا ما نعرفش، هذا نعرف أعرف كيفاش تختار الموضوع خويا لزيز، ما تروح تختار ديرك شير ولا عفوا ولا كشاف سولة. لا هذه نقطة. النقطة الثانية في هذا الموضوع، ولدينا حديث يعني أيضا بخصوص الموضوعين وورقة الإجابة يعني سنتكلم عليه بإذن الله. النقطة الثانية أنا كي نقرأ بتمع ونبدأ نجاوب، نبدأ بالسهل لأنه نبدأ بالسهل نضمن ننقض. درك إحنا خلوني نسميها أتصيد الحصول على النقاط، نتصيد النقاط. حبي يقول انت صيد وراك صيد النقط. هذه وشني هذا التمرين الاول ولا التمرين الرابع ولا الزاوج ولا كذا جالي سهل، نبدا نحل فيه هو الاول. الاكثر منه يعني الاكثر صعوبه يعني شويه اللي اكثر منه مو سهل شويه صعيب نحله. ومن بعد راني ديجا وجدت نفسي وجدت العقل تاعي باه يا ودي انا نقدر الحاجه صعيبه، تبدا تحل. هنا راك ضمنت النقاط تاع الساهلين والنقاط تاع اللي شويه صعب، ومن بعد هاك بديت في اللي ربما في اعتقادك صعيب، بديت تزيل في الصعوبات، ومن بعد تلقى روحك انت يعني في النهايه تاع الامتحان اخدمت. وما تتسرعوش، هاو قالها الاستاذ ونزيد نردها انا، عدم التسرع في الاجابه، عندك التوقيت تاعك كملوا قاعتك ولا تلتفت. مهمه هذه واعتذر ربما على الاطاله هذه لانه مهمه، نقاط مهمه. لا تنظر الى زملائك، ربما تشوف واحد خرج تقول يا حي الناس كملت وانا مزلت، ما على بالك حتى واحد، وما تخزرش لهم لانه في الاصل النهار اللي تخزر النهار اللي تشوف زعماني الزامي لك كذا السيد بدا يكتب وانت مازلت ما كتبتش، ديجا هاو دير لك تشتت. صح خرجوا وانت ما خرجتش تشتت اكبر ويدخل لك الشك في روحك. لا انت راك لاتي في ورقتك، التي في ورقتك بدا تجاوب. تفضل. نعم أستاذ عبد الحليم، نعود إلى الجانب النفسي. يعني الحديث عن البكالوريا كامتحان مصيري يصاحبه التوتر والقلق أكيد وبعض المخاوف الصحية يعني على والنفسية على التلاميذ، كيف التغلب على القلق والتوتر أثناء الامتحان؟ بارك الله. سؤال مهم. علاه مهم؟ لأنه إحنا لازم نفهمه نقطة باللي الخوف هذا أمر طبيعي أكيد. القلق من البكالوريا أمر طبيعي، أو القلق من الامتحانات بصفة عامة هو أمر طبيعي. احنا في التخصص تاع علم النفس او علم النفس التربوي يسموه قلق الامتحان، يسمى وكاين دراسات كثير على هذا الامر. اولا انا هذا القلق اي تخيل لنا راح نجوز الباك او نجوز اي امتحان ما نحضرش روحي، نقول انا ما نخافش من الباك هذا او ما نخافش من البيام او من الامتحان، اي انا ما نقراش، هذا ما يسموهش خوف، هذا ما يسموهش شجاعه، انت ما تخافش. بالعكس هذاك الخوف، الأصل في الخوف أو قلق الامتحان هو محرك للتلميذ حتى يحضر جيدا. وانت ما يوليش مليح كي يزيد على الحد تاعو، يزيد على الحد تاعو حب يقول باللي يا ودي أنا نقول يا ودي راني حضرت بصح راني خايف كل ما نجيبوش، هنا يولي ماهوش مليح. هنا واش لازم له؟ أولا الطالب يزم يقتنع بحاجة باللي أنا ما دام تعبت لازم نال، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، هذا كلام ربي، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، يعني آية في القرآن الكريم تقول لك إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. حب يقول باللي أي إنسان تعب أسعى وربي راح إن شاء الله أي إنسان تعب تنال أكيد. هذه النقطة هما نقطتين، أنه أنت تتقبل الخوف هذا باللي أمر طبيعي. النقطة الثانية تأكد باللي يودي أنت ما دام تعب تتنال. درك هذه كيف تنال
تختلف من واحد لواحد. لأنه اسمح لي أنا نقول لك في هذا الأمر، لازم تقتنع باللي الباك ليس هو نهاية العالم. الباك ليس نهاية العالم، تجيب الباك ولا ما تجيبش الباك امتحان عادي. أنا نعرف عندي بزاف زملاء كاين اللي ما جابوش الباك وراه ناس ناجحين، وكاينين واحد آخرين الباك ما جابوش الخطرة الزوجة والثالثة والرابعة، بصح درك راهم أساتذة في الجامعة وكاين اللي راهم إطارات. كنا قد تحدثنا انه التعثر ليس فشل. بارك الله فيك. هنايا على بالكم كاين واحد المثل الصيني يقول لك اذا طحت في اللولة، اذا سقطت في المره الاولى نوض وعاود كمل. يعني وانت تمشي سقطت في المره الاولى نوض وعاود كمل، الزوجه نوض وعاود كمل، المهم ما تفشلش. على راني نقول في هذه النقطه الى ان تحقق بارك الله الا ان تحقق هذا. على راني نقول في هذه الكلام حبي يقول باللي يا ودي انت لازم تتقبل هذا الخوف، ثم تقتنع باللي يا ودي انا تعبت سانال باذن الله، ثم تروح الى نقطه مهمه. كاين واحد التقنيات بسيطه نديروهم، ش تروحي خلاص بدا عليا الخوف هذا، جابوا لي سي جي انا ديجا هم كي هما كيبداو يعوزعوا ديجا غير تدخل من الباب. اي هذه نصيحه للمراقبين او المشرفين على الامتحانات، قابلوا اولادنا بالابتسامه، لانه على بالكم هو ديجا راه جاي خايف، ومن بعد يدخل يشوف جو واحد اخر ما والفش عليه، فيزيد يعزز له ذاك الخوف. ف ومن بعد كي يدخلوا يحطوا السيجيات، كيحطوا له السيجيات اصلا ديجا كيحطوا له الورقه ويبدا شويه قبض شويه، وهذا امر طبيعي. امر طبيعي. حطوا لي الورقه واش نشوف؟ نتكل على الله، كاين ادعيه تاع ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري. ايه بارك الله فيك. ومن بعد واش ندير؟ تحب دير ورقه مسوده قدامك، سهل واضح بسيط، اكتب زعما ني باه تمشي هذا المصطلح باللي يودي انا قادر السيجي هذا، او مقتنع باللي السيجي اللي راح يجيني سهل واضح بسيط، لانه انا راني تعبت. هذا الامر للناس اللي صح قراب. الحاجه الاخرى المهمه باللي نقرا انا كي راح يحطوا لي السيجي، هذا السيجي عادي، السيجي عادي، نبدا نقرا في غرضي مانيش مقلق. ش تروحي تخلني شويه خوف واش ندير؟ نتنفس تنفس بطيء، او احنا نسموه تنفس البطني. احنا في العاده نتنفسوا من مصدورنا في العاده، ولكن هو التنفس الحقيقي هو التنفس البطن، او كياس دي ما عرفتش نتنفس ببطء ونركز. التنفس هنا مهم، عليه واش راح يساعدك؟ يساعدك في التركيز نسميه الرائع. عليه الرائع لانه راح يخرجك من الخوف، يخليك على الاقل تركز في ورقه الاجابه او ورقه الامتحان او ورقه السؤال. هذا يديني نقطه واحده اخرى مهمه، رانا مزلنا على الخوف، وهذه اعتقد باللي ربما الاستاذ يشاطرني فيها، انه ولفوا رواحكم هذو بقوا 10 ايام قد ما تحل الاسئله تاع امتحانات البكالوريا قدام لي حليك. علاه؟ لانه تخيل انت من اللي بديت تحضر ما فتحت حتى سؤال او موضوع تاع امتحان، نهار اللي يحطوا لك الامتحان ديجا غير تشوف الاخرى تخاف. بصح تخيل انت راك حال ووضحت نفسك في موقع يشبه كثيرا الباكالوري. كي تحط لك تجي هذه حاجه سهله. علاه؟ ماني بضاري انا نحطوا ديجا ونحط على حل. تعودت بارك الله. انت ما تعودش على حل المواضيع ما تقدرش توصل. ما دام تلميذي حل مواضيع والله العلي العظيم بمعنى انك راه دار خطوه كبيره للنجاح. لا وما كانش شوف الخوف راني معاك، الارتباك راني معاك، بصح عندما يقرا التلميذ الموضوع ويعرف واش كان يقرا داروا، اقسم بالله السميع العليم انه ناجح. استاذ ثاني في نقطه، يعني كما نقطه المواضيع، يعني يوجد بعض التلاميذ شغل كيكون يحفظ صم، يعني بدون فهم الدرس جيدا، عندما يغير يعني صيغه السؤال راح يرتبك في البكالوريا، وهذا ما تكلمت عليه. نعم اكيد. نعم مشكل. هو النقطه هذه مهمه. علاه؟ هو شوف قد ما تحل لي سيجي بزاف، قد ما تحل المواضيع بزاف، قد ما مليح ليك، لانه شوف هذه النقطه اللي راه قلت عليها، خلاص هاك ديجا عقبت لك مره زوج ثلاثه خلاص هاك ولفت. بارك الله فيك. بارك الله فيك. نعم استاذ ادريس، نعود يعني لمشكل الاقتراحات. يعني هذه هي النقطه المهمه. هاو يضحك الاستاذ، والله نصيحه لجميع تلاميذ بكالوريا 2024،
حذاري من الوقوع في الخطأ وحذاري من الاقتراحات. أخي أختي ويشاطرني الأستاذ، اقتراح لا يوجد في القاموس كامل. ما تقوليش اقتراح، لأنه انت يا بكش متى اقتراح، مجرد اقتراح. انت اقتراح تروح بموضوع نهضر على اللغة العربية، نهضر على اللغة العربية، أنا نتكلم اقتراح نروح بموضوع. هل ترى بلي هذا الموضوع هذا هو اللي راح يكون في البر؟ كما يقولش راح ينصدم، وبعد تنصدم وبعد تولي تأثر فيك، يأثر فيك الاختبار، يأثر فيك هذه المادة، وخاصة أول مادة يجتازوها اللي هي مادة اللغة العربية. نتكلم على المادة. أخي الكريم، أنت راك رايح تجوز شعبة لغات أدب فلسفة مادة أساسية، والشعب العلمية مادة ثانوية، ولكن معامة ثلاثة ما هي تعاونهم. أخي الكريم، أول مادة يجتازوها في امتحان البكالوريا مادة اللغة العربية. أنت لغات أدب فلسفة، هم كومبلي، وأنت تقرأ وأنت تقرأي وتحل مواضيع ونحل مواضيع باش نحقوا النجاح ونحقوا النتيجة، مع الأخر تروح تشوف لي الصفحات المنشورة والصفحات هذه المزيفة نقولها على العلن الأخ علي، تشوف ولا يأثر عليك تلميذ مقراش كامل، يقولك اسمع خطيك موضوع تاع النطر ما يمدوش فيه، أما على بالهم تاعي مشان ينهضر النطر كاين الشعر موضوعين. اسمع كثير ما تتداول هذه النطر الشعر، نعم اسمع النطر ما يمدوش فيه، اسمع لو قال لك يطيح مثلا أو يسمعوا، اسمع واقترحوا المحجرة، اسمع لهم اقترحوا هذا، اسمع اليوم الشعر السياسي اقترحت، هل ترى أنك المهجر عنده موضوع أو لا؟ لا، المهجر عنده عدة مواضيع، يعني نهضر مثال فقط، ما هضرنا على المهجر الكوكية هضروا عليه، ولا زعما شعر سياسي، ولا العصر الضعف، ولا أي موضوع. أخي الكريم، أنت لديك بكالوريا تقرأ من الألف إلى الياء، شيخ تشاطرني رأي نعطيك الكلمة هذه، اسكو كان في وقتكم كلمة اقتراح؟ تفضل. في الحق سؤال مهم، وكراني بين صحفيين. هذه تاع الاقتراح انا ديجا حكينا عليها قبل، واش قلنا؟ قلنا هذو هما المشتتات، احذر. او قال الاستاذ، استاذ متخصص، قال لك احذر الشيء اللي شتت لك انتباهك. علاه؟ لانه انت، انا قلت لك انت عام كومبلي وانت تحذر وتحذر في المواضيع قاع، بعد ربما أني نقول ربما يجيك واحد ما حذرش قاعيته يقول لك هذا العام راهم يقولوا راح يديروا الموضوع الفلاني، فأنت رغم أنه راك متأكد باللي حذرت مليح وكذا يدخل لك الشك، إذا دخل لك الشك زاد القلق، زاد الارتباك، زاد التشتت. هي فبالتالي نهلي حتى ويجي ربما هذا الموضوع في حد ذاته يجي الموضوع هذا، فربما تكون نسبية ما تقدرش تجاوب عليه، لأنه تخلك الشك باللي ما تقدرش تجاوب، تخلك الشك باللي ما تقدرش تجاوب، وهذا الأمر يؤثر كثيرا في النفسية. أنا قبيل شوف، رانا درنا شقين، الشق النفسي والشق الأكاديمي أو الشق العلمي. الشق النفسي يؤثر تأثير كثير كبير في الشق العلمي، لأنه خلاص يدخلك الشك باللي ما تقدرش تجاوب مليح، راح تبدأ تكتب، يعني راني راح نبدأ نجاوب، وراه في الحديث هذاك ما قلت محقر يعني. ايه الكلام الداخلي على اهل الاختصاص، والكثير من الكتب انا قريتهم يقول لك التحدث مع الذات القاتل الصامت، راك تقول انا ما نقدرش نجاوب، واعر بصح انا كن بالك نغلط بالك كذا، فتركيز تاعك اللي كان ربما راح يكون 100% على الموضوع راح يروح، وتولي زيد واش يدخلك، زيد دخلك الشك، ربما تولي تقول يا ودي يحي بالك الطريقه اللي حذرت بها مش طريقه سوس. سبحان الله. سمحنا ما دبينا باش كيما نقول لك، اتمنى وان شاء الله تلاميذ واش كنتوا تخدموا عام كومبلي ان شاء الله يكون في المستوى الموضوع، وان شاء الله كيما نقول لك تفادوا الاقتراحات رجاء. وشكرا. يعني أصبحنا نرى منهب ودب يفتح لنا، خصوصا في مادة الفلسفة، يعني الفلسفة قام مجرد فلسفة ولا عربية، أصبحت جميع المواد تقترح. نعم أكيد 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 على كل شيء. إحنا مادة بنا نتفادى ومادة بنا من الزملاء عدم الانزلاق، نعم اقتراحات عدم
وحاشا من حاشا الاساتذه اللي عندهم ضمير تجاه التلاميذ. ما من هبه ودبانه والله واش راح نقول لك، احنا عينا من هذا الكلام هذا. اكيد يدينا النقطه المهمه، انه انا اقترح انه التلاميذ تاعنا يحاولوا يسدي على الاقل 4 ايام او 3 ايام قبل الامتحان يتنصلوا على العالم. ما كاش تليفون، يتحط التليفون قال بابا ولا يما هاك التليفون وخلي عندك، ما يشوفش الفيسبوك والو، يفصل روحه على العالم، يركز غير على على الامتحان تاعو وعادي. لانه الاطلاع بزاف على الفيسبوك وكذا، هم قالوا ذيك، هم قالوا ذيك، بعد الاخر يبعث لهم، بعد لهم مش عارف، يدخلوا في واحد المتاهه، المستحسن انه يبعد عليه. اكيد استاذ ادريس. نعم. الان تلميذ دخل لقاعه الامتحان وطولوا موضوعين وطولوا ورقه الاجابه، كيف يتم التعامل مع الموضوعين وورقه الاجابه؟ كيف يتم التعامل مع الموضوعين وورقه الاجابه بالنسبه للتلاميذ؟ اول حاجه موضوع في جميع المواد او ماده في جميع المواد، نتكلم مثلا موضوع، اول موضوع باش تخير موضوع لازم تروح الى فهم النص. فهم النص، او ما تفهمش النص هذا شيء خطا في جميع المواد. ثاني امر فهم اسئله النص وافهم اسئله الموضوع الاول ثاني، بعدها كيفاش دير. هذا موضوع اول، هذا موضوع ثاني، هكا شيخ، هذا موضوع اول، هذا موضوع ثاني. نبدا نشوف وين نقدر نخدم، وين الاسئله اللي تجيني السهله. قال هذا الموضوع الاول، هذا نعرف تبقى مليح. نروح للموضوع الثاني، هذا ما نعرفش. نحسب وين العفايس اللي نقدر بالعاميه نافيغي فيهم لانوت باش يفهموها بالعاميه. هكذا التلم، هكذا باش بتروح الموضوع اللي تعرف كيفاش راك، اسئله اللي كنت تعرفها لك تعرفها، هكا اللي تختار الموضوع. اسئل الموضوع جاك شغل اسئله شويه فهمتهم وجو اسئله صعبه وعرفت تجاوب على الموضوع الاول، زعما نقولوا اسئله تاع الموضوع الاول جاتك سهله واسئله تاع الموضوع الثاني جاتك سهله بصح في ارتباك نوعا ما. انا بينسوا نختار الموضوع اللي نقدر ندي فيه العلامه اللي نافيغي فيه لانوت، ان شاء الله يجيو سهل ان شاء الله في جميع المواد بينسوا ان شاء الله. وفي ورقه الاجابه استاذ دريس، يعني كيف يتم التعامل مع ورقه الاجابه؟ واثناء يوجد مشكل ايضا عندما التلميذ يجيب عن الاسئله، يرى بعض التلاميذ خرجوا كما نقولوها بالعاميه خرجوا، هو راح يعني تلقائيا شغل يكون حاب يخرج، مما كملش يكون حاب يخرج. نعم هذا يا والله غير شيء مؤسف، وهذا والله غير ماكش راح تجوز شو العفسه تاع شكون اللي يخرج الاول، مش اللي يخرج الاول هو اللي يجيب الباك. اكيد. نعم صح. لا باشا خويا العزيز عندك باك، هذاك خرج، هذاك خفيف خرج 4 ساعه الاولى 20 دقيقه الاولى، واش دخلني فيها انا راح نجوز بكالوريا، انا راح نجوز امتحان. هذا ماهوش راح يجوز بلاصتي، الورقه ديالي تصح وحدها، ورقه تاع الاستاذ وحدها، الورقه ديالك وحدها. ما لا يا اخي، انت كيما يقول لك بالعاميه خبش الورقه مليح، خبش مليح واعرف بلي قبل ما تجاوب في الورقه تاع الاجابه روح كرط مليح الورقه تاع المسوده. كيما يقول لك جاوب في المسوده، شوف المسوده ديالك، عمر المسوده ديالك باش تما روح الى ورقه الاجابه وعدم التسرع. وعدم التسرع، تسرع في المسوده، ركز في المسوده، عاود في المسوده. الورقه الاجابه خليها بجهه، تلميذ خرج ما ياثرش عليك وما تتبعش كما قال الاستاذ شفته خرج نبدا نكتب، لانه شفت كاين بعض التلاميذ صارت لهم ايماجين في المسوده كتب موضوع اول في الاجابه جاوب على الموضوع الثاني. خطا فادح. ويجب نفهم ايضا انه لديك فتره بكالوريا، يعني تفكيرك كله في البكالوريا. بالطبع. هذا يعني ما لازمش يكون نخرج بكري ما نخرج بكري، عندك بكالوريا فتره بكالوريا اسبوع لازم تمد كل شيء عندك في البكالوريا وفقط. نعم اكيد. حتى الوقت المخصص نستغل الوقت المخصص، ندخل من 8 يقول لك ل 12، من 8 ل 12. ثمانية. إذا كنت متأكد 100% يعني. حتى معليش نقول لك هذه، حتى ولك متأكد 100% ريح ل 12.
علاه؟ هاو قال الأستاذ لا تحب نديرو تكملة في هذا، أنا كي حطوا لي الورقة نقرأ الأسئلة في غرض غرضي بعقلي. لا يا 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 تلاميذ، أنا نحكو بهذه اللغة بتفهمونا مليح، نقرأ الورقة في يعني في أكثر في أكثر من تأني، نقرأ وأنا مانيش مقلق، نقرأ براحتي وتفحصها مليح ومن بعد نشوف نقاط. هو الأستاذ قال نقطة مهمة، قال لك نشوف أنا ندير 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 مقارنة بين موضوع وموضوع، الموضوع اللي راني متأكد منه هو اللي نخدمه، ماشي نقول بالك يا حي بالك نجيب هذا وبالك ما نجيبش هذا. لا لا، قال يا ودي شت باللي السؤال الأول والزوج والثالث أنا نقدر نجاوب فيهم، بصح هنايا هنا راح بالك ندي 10 وهنا راح ندي 5، اه بينا باللي نروح نتبع 15 ما نتبعش 10، بينا هذه ونقل. اصبر، هذه مو نقطة نقول لك عليها نسيناها على بالك. أنا اخترت موضوع أول، اخترت موضوع أول نقطة مهمة، اخترت موضوع الأول خلاص، بسم الله تكلت على الله، هذا موضوع أول. وش دخلني وعليش تخلي الموضوع الثاني معك؟ اصبر الله، انت تجاوب على الموضوع الأول مين داك الموضوع ويجاوب، بقات نص ساعة يبدل الموضوع. خويا اخترت الموضوع الأول، الشيخ واقل دينار وقع له راقي، اخترت الموضوع الأول سوبريمي أرميه أبدا، اخترت الموضوع الثاني روح الموضوع الثاني في جميع المواد وفيها خير. نصيحة، ادوا الحيوية على الأستاذ. نعم. علاه؟ لأنه شو الطريقة اللي راه يهضر بها، راه يقول لك باللي يودي أمر بسيط، خلاص اخترت موضوع، اخترت موضوع خلاص، اخترت موضوع، أقرأ براوية، اتنفس ببطء، جاتني أفكار نبدأ نشوف هذا هذا نقدر نجاوب فيه، خلاص نحط الموضوع الثاني نحطه بجي ما نحتاجوش، ونبدأ في هذا، نبدأ نقرأ السؤال هذا أنا فهمته نجاوب، هذا فهمته نجاوب، ونجاوب في المسودة، ومسودة دير فيها وش حبيت تدير، ثم خلاص المسودة كتبت، ثم بعد الزبدة تاع الصح هي اللي تحطها في الورقة، ماشي في الورقة تاع الامتحان تبدأ تدخل. لا أستاذ عبد الحليم، نصائح باختصار يعني نصائح أخيرة قبل وأثناء فترة البكالوريا. بحق النصائح، أول نصيحة نقسموهم برك بس هكذا ببساطة، قبل الامتحان يعني اليوم صباح الامتحان ليلة الامتحان من المستحسن تحبسوا الهاتف، خلاص أنا متفقين عليه، حبسوا المراجعة فترة، دير فترة تاع تمشي امشي فيها انت وصحابك، وما تحكوش قاعتك على مواضيع تاع الامتحان والو، ما تحكوش على الباك، امشوا احكوا قصروا، لقيت كيف تمشي مشي تاع رياضة نص ساعة ولا مشية، ثم روح للدار دير فيها دوش بارد، ماشي بارد دوش، نعم دوش خفيف، ثم ارقد بكري، لازم ترقد لانه على بالكم الدوش يعاونك با ترقد مليح، ايه ارقد بكري صباح نوض بكري، وروح باكرا وين راح تعقب، لازم تروح روح روح قبل الناس، كنت تلقى كيف تروح قبل الناس، روح قبل الناس، وبشرط تدي معك العدة تاع الامتحان، ماشي تروح تقول يا والله غير نسيت ستيلو، يا ستيلو دي زوج، دي من كل حاجة زوج زوج، ربما ستيلو لأنه تسرى، أنا شفناها ربما تسرى ستيلو كان يكتب لباس بيه ذاك النهار ما يكتبش، ما بهم بهم هذو الأمور البسيطة ما تخليهمش يأثروا على نفسيتك، أدي معك الأدوات تاعك اللي تحتاجهم على كل مادة، أديهم معك، روح بكري بشرط كي روح بكري ما لازمنيش نتعامل مع الزملاء تاعي، ما نحكي مع حتى واحد، أنا نقول هايكم نصيحة، ما تحكي مع حتى واحد، لأنه شوف تقول لي بصح زعمان اللي راي يسمح فيه، قول لي يا شيخ أنا متأكد باللي أنا كنت لقى معهم ما نحكيش في الموضوع، مستحيل ما تحكمش، لانه يجي واحد يقول لك غير، يجي يقول لك اسمع راهم قالوا يديروا كذا، راهم قالوا يديروا ديجا هاو تخلك راح يجي هذا، بارك الله فيك، ما تحكي مع حتى واحد، من المستحسن ما تحكي مع حتى واحد، من في الدار نصيحه للاولياء، كي يجي خارج تقول ربي يوفقك وان شاء الله ربي يكون معك، تتعبت ان شاء الله اثنين والسلام عليكم. نقطه واحده اخرى مهمه، خلاص انا درك انا دخلنا ايه اللي هي يا جماعه قهوه وصبح يعني كولوا مليح، ايه الكول مليح، ماشي تقول لا لا ما ناكلش تروح خويا، يا ودي ما تقدرش تركز، لانه العقل تاعك باه يخدم يحتاج الاكل ويحتاج تنفس ويحتاج ماء، طبعا
طبيعيا عادي. بارك الله فيك، نتعامل طبيعيا مع الامتحان. يوم الامتحان ماشي نهار هذاك الامتحان باباك يقول لك لا ندير لك مش عارف ندير لك الوجبه الفلانيه صباع القهوه، لا عادي، عيشوا مع عادي. قلنا ما تحكيش مع الطلبه. درك رانا خلاص، انا دخلنا الامتحان، اول حاجه انا دخلت للقاعه تاع الامتحان، اول حاجه ندخل نقبض بلاستي خلاص، هما تلقاو اسماواتكم فوق الطاولات، هاو اسمي، نريح في الطاوله، نريح ركز في الطابله تاعي، ما يهمنيش جا دخل ما دخلش طل ما طلش، ما يهمني حتى انسان، انا تهمني الطاوله تاعي، راني مريح نقرا الادعيه، نقرا ما عرفتش الادعيه، اقرا اي سوره من القران الكريم. علاه؟ باه دير لك التوازن النفسي، باه يا ودي خلاص هذاك الخوف وكذا يروح لك بالادعيه ويروح لك بقراءه القران الكريم. الحاجه الثانيه اتنفس شويه، اتنفس مليح وبعقلك، اتنفس بحيث دخل الهواء بزاف وخرج منه شويه، او اتنفس بالطريقه التي تجدها مناسبه لك. حاجه ثانيه، حطوا لي الورقه نتصفحها بعقلي، لا اتسرع، حطوا لي الورقه ماشي وما طاولين لي نبدا هكذا ومانيش عارف وكذا، لا نحط الورقه كتم نبدا نقرا في غرب، ما نتوتر ما والو، نقرا الورقه تاع الامتحان هي نفسها الورقه اللي حطوها لك في السنه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا في المتوسط ولا في الثاني، كيف لا فرق. ثم خلاص قريت، حط خزرت في الورقه مليح، نكتب المعلومات تاعي، ثم نبدا، حطوا لي الموضوع تاع الامتحان، نبدا نقرا سؤال بسؤال، هذا سهل وبعد نبدا نرتب، هذا السؤال سهل، هذا اقل يعني ماشي اقل سهوله، وبعد هذا صعيب، نبدا بالسهل. حتى هما يا اخي احنا في الامتحانات يقولوا لكم راح تجاوب على السؤال اللي هو الرابع جاك سهل، قول الاجابه عن السؤال الرابع وجاوب، هو بدا تجاوب. المهم نتايا لا تتسرع في الاجابه، نقرا ثم بعد واش ندير؟ خلاص أنا كتبت كملت. نخصص وقت للمراجعة، وهذه نقطة مهمة، وقت للمراجعة. ربما في الكتابة أخطأت. في العوض اللي تقول ورقة قلت وقارة مثلا. ويوجد نقطة مهمة أستاذ، اسمح لي قاطعتك. يعني عندما التلميذ يكون مع ورقة الإجابة، يوجد بعض التلاميذ هو عنده موضوع بكالوريا يكون يفكر في أشياء أخرى يعني. بارك الله. هذه كنا نحكوا على التشتت، وهذه نقطة مهمة. شوف التشتت يأثر، احنا قبل أنا عطينا قلت لك خصصنا شوي للتلاميذ وخصصنا الأولياء، وكاين بزاف عوامل واحدة أخرى تأثر. احنا قلنا لازم على الطالب يصفي الذهن تاعو، أنا راني مع امتحان بسيط. أنا نقول لكم بسيط لأنه ربما لو نجيبوا الموضوع تاع الامتحان مثلا في اللغة العربية، نجيبوا الموضوع تاع الامتحان تاع الباكالوريا والموضوع تاع الامتحان تاع الباك الأبيض اللي داروه لكم في الثانوية، ربما تلقى تاع الباك الأبيض أصعب منه. ربما الإنسان يصفي ذهنه دائما. أسئلة الباكالوريا في المتناول، بارك الله، وهي في العادة تجي في وكي نقولوا في المتناول، يا ودي ما دام أنت قريت وراجحت تجيبه، ما فيها شيء. بارك الله فيك. النقطة الأخرى اللي هي مهمة، لا تخرج قبل انتهاء الوقت، مهمة ما تخرج، ما تشوف كملت في ساعة ونص ريح حتى الأخرى، لأنه أنا قلنا النقطة اللي قبلها قلنا راجع الورقة تاعك. شوف هذو النقاط اللي رانا نقول هذو أمور مجربة، يعني ربما اللي رانا هنايا قاعدتك في الحضور قاعدتك جبنا الباك، وربما هذه استراتيجية طبقناها، كل واحد طبقها بطريقة معينة، لكن كي تريح للدقيقة التالية حتى وربما تكتشف باللي أخطأت في سؤال ما تقدر تغيره. قال يا أستاذ هاي بقات لك ساعة، نقدر نبدل الورقة. قال يا ودي راني أخطأت هذه، نعاود نسلم الورقة والرجالة. المهم ما تتسرحش الخروج. النقطة الأخرى أنا قلناها ورانا عاودناها شحال، لا تتقلقش أو ما تتقلقش بخروج الزملاء تاعك، ما تتقلقش، خرج الله يسهل على كل إنسان. أنا نريح راني نخزر في ورقتي، نكمل كي نكمل ورقتي نبدأ، خلاص كملت ورقتي جاوبت نروح. بعد الامتحان هما كاين نقاط واحدة أخرين، بعد الامتحان وش ندير؟ خرجت كملت الامتحان، كملت اللغة العربية، خرجت برا، ماشي نقول لك نتلاقى بك علي نقول لك علي اسمع وش درت السؤال الأول؟ والو، بمجرد تخرج انسى الامتحان، انسى الامتحان الأول خلاص، لأنه على بالك كنت تخرج. أنا يعني ربما عندي خبرة في هذا المجال، كي تخرج ويقول لك واحد
اسمع وش قلت يأثر فيك تقول له أنا جاوبتك ذا وهو ربما هو اللي غلط هو اللي غلط وفي الغالب هو يكون غلط يقول لك لا لا أنت غلط يوم ما يقولوش هكذا يدخل لك الشك في روحك ف... وما هو الدليل اللي يثبت باللي أنت راك على حق وبعد يخرج يخرج الترحشية وعندك امتحان واحد آخر هاو تخل لك الشك فتقول يا حي الصباح والله ما خدمت في العربية ولا ما خدمت في الرياضيات ولا ما خدمت في العلوم ولا في الفرنسي ولا في اللغة الإنجليزية فربما الحشية ما نخدمش وهذا خطأ أما لك من المستحسن كمل تخرجت روح للدار ولا روح لأي بلاصة المهمة لا تتناقش مع الزملاء تاعك على الموضوع تاع الصباح فكر في الامتحان القادم روح الامتحان القادم ندخل بنفس الذهنية اللي دخلت بها الصباح تفضل شكرا دكتور عبد الحليم أستاذ دريس باختصار يعني على ذلك الوقت نصائح بما أنك أستاذ مادة لغة عربية نصائح مختصرة في اللغة العربية لجميع الشعب وكيف يتم التعامل مع اللغة العربية كما أقول لك نصائح التلاميذ ديالنا التلاميذ اللي راح يجوزوا شهادة البكالوريا 2024 اختيار موضوع اللغة العربية لجميع الشعب ركز جيدا كما يقول لك وش كنت تدير قاع في الثانوية ديالك وش كنت تدير في دروس دعم اعرف فاش جاوب على اسئلة البناء الفكري وفق المنهجية الصحيحة البكالوريا اعرف فاش تختار الموضوع البكالوريا ما تسمعش هدايا ما يمدوش عليه وهدايا يمدو عليه راجع واختار الموضوع اللي تقدر انت تخدم فيه وتحقق النتيجة تاعك في شهادة البكالوريا تلاميذي الكرام نتمنى لكم النجاح والتفوق في جميع المواد وفي شهادة البكالوريا ونتمنى إن شاء الله يكونوا مواضيع اللغة العربية موضوع راح يكون إن شاء الله يكون سهل للجميع وللتلميذ اللي حضر والتلاميذ اللي حضروا بكالوريا 2024 راح نقول لهم الشعار ديالنا أنك نجيبوا الباك ونطلعوا الله فاك إن شاء الله سلام نعم مشاهدينا الكرام إلى هنا وصلنا إلى ختام هذا العدد نشكر الأساتذة الكرام على على النصائح القيمة الذي أفادوا نعم ما كنت خليني نقولها شوف احنا يرانا في جو لبس الحمد لله تفكروا برك كاين كيما انتوما طلبه راهم في غزه ان شاء الله نسال الله ان يفرج عنهم ان شاء الله في ظروف اصعب من هكذا وراهم يجوزوا في الامتحانات ومؤخرا شفنا وين واحد ناقش اطروحه تاع ماجستير وفي جو غير وعادي وعادي بارك الله فيك ان شاء الله النجاح حليف حليف كل من تعب ووفقكم الله ان شاء الله وبارك الله فيكم شكرا نسال الله ان يوفق كل المقبلين على شهاده البكالوريا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يا امتي عهدا بان اتعلم فعلو شانك بغيتي ومؤملي بالعلم نبني يا أخي حضارة ونعيدها